نعرف أستاذ نعيم أبو غدة رئيس جمعية سي السيد، يعني قد كده أنت شايف كان الوضع سوداوي ومأساوي وإن حال الرجل. بس أستاذن حضرتك أرد على أنت هترد، بس أنا هسألك سؤالي وأنت ترد زي ما أنت عايز وبعد كده عشان فاهم طيب. المتلقي أنا بسألك إحنا جمعيتنا ما سيبني أكملك سؤالي يعني يعني هل أنت عشان شايف الوضع السوداوي بالشكل ده عشان كده رحت عملت جمعيه اسمها جمعيه سي السيد؟ بقى لها 8 سنين. 8 سنين احكي لنا ايه موضوع سي السيد وليه عملت الجمعيه وهل الراجل مقهر الى هذه الدرجه؟ نخرج من عباءه نجيب محفوظ وسي السيد الراجل اللي هو منحرف والكلام ده، فاحنا بنقول جمعيتنا احنا سي السيد راجل جد ويحب عادات الشعب. لا الاستاذ نجيب عذرا يا فندم معلش معلش بس لحظه معلش استاذ نجيب محفوظ ادبه ادب يعني كان يعني يوقر المراه قدر توقير الرجل معلش لا هي ضربت مثال باصل الشوق وبين الاصليين في الصوره السيد السيد عشان المتلقي يعرف شخصيه السيد ويحب عادات الشرق ينده على ابنه يجيله من غير كبر يا حبيبه والبنت في بيته من صانه تتجوز ابو الرجاله تتكلم صوتها كمان مش طبله وصوت غربان وام وزوجها حنون والكل يقول ممنون للواد والبنت تتادب وتقول سي السيد أدب لا شيشة ولا دخان ولا بنجو للتوهان يشهد على إيد مأزون قبل العرف ما يكون البنت تروح في زنون وتلاقي أطفال في الشارع ماشية تسرق في جيوب سي السيد راجل جد ويحب عادات الشرق هو ده سي السيد بتاع أنت بتدور على الرجل الشرق ده معنى كلامك طبعا ده شيء محترم محدش يقدر إن هو ينكره تماما لكن في إيه تاني بقى بتطالب بيه جماعية مصلحة من مصلحة المجتمع ان يكون ذكوري رجل يعني ايه الله ينور عليك يكون ذكوري رجل ليه لان الرجل القائد ده تكليف من رب العزه مش تشريف للرجل حتى المجتمع بتاع الطيور والحيوانات ذكوري تلاقي حضرتك الذكر الحمام على العش قاعد الانثى راقده على البيض وهو في وش الجو ده البرد ده بيحميها من البرد طبعا. تلاقي الديك وراه يجي تسعى في العش هذا الكلام انا شفته على الطبيعه واقف متصدر الفراخ وراه بيحميهم من البرد تلاقي الحيوانات الاسد او اي حيوان هو اللي بيكون مكلف والطيور بان هي تجيب الطعام للام وهي راقده على بيضها ومع اولادها فالمجتمع الذكوري انا بقى بقول ايه اللي فيه السيد الرجل طيب لان في عندي رجل ما بقول بقول عليه ذكر هو احترامه لكيانها هينتقص من رجولته بس احنا ما انتقلناش للمراه ككيان احنا بنقول الوقت شخصيه الرجل القوي هي اللي المراه بتحبه وتعشقه انا عندي سؤال برضه معلش قوه الرجل اللي فقدها الراجل اللي بيحمي بيته الراجل اللي هو بيجيب الاكل القوام الحلو قوي مين اللي فقده ده الست ولا هو اللي فقده لا هو الرجل نتيجة القوانين اللي صدرت في البلد أنهكت الرجل فجعلت الشباب الوقت يقول لك أنا هتعب نفسي على إيه لدرجة إن هو بيروح ياخد شقة ما بياخدهاش تمليك بياخدها إيجار علشان إيه يقول لك لما يحصل سوء تفاهم ممكن تكون أمه اللي بتدله بهذا يسيب لها الشقة الإيجار الجديد ويمشي بدل ما تاخد لها شقة ده على أساس إن هو معاه فلوس إن هو يجيب شقة تمليك فقط ما هو النهارده ما تأخذنيش اللي إحنا بنتكلم فيه الرجل ده ما هو إحنا عندنا ثلاث فئات في المجتمع فئة فوق 50 سنة لسه سي السيد ما تبقى تحت ال50 سنة موضوع سي السيد والرجولة بقت عنده شكل بس في البدلة أو في الجلابية أو غيره لكن لما نيجي بقى نشوف الرجل الحرف اللي بيبني مصر مظبوط النجار والحداد والبنة هؤلاء الناس هم سي السيد اللي بيروح شايل ومحمل يروح بيته يلاقي زوجته مستنية على الباب أهلا يا أخويا باللفظ الجميل باللفظ الجميل اللي فيه حماميه وتفتح خلي بالك بس هكمل بس سيادتك الجمله بتاعتي والراجل السواق اللي مسافر السلوم وراجع 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 18 ساعه بيلاقي هنا الزوجه الحنون هنا هو سي السيد وهي المراه اللي قال عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا نظرت اليها سرتك واذا غبت عنها حفظتك ومفيش من الطبقه دي حضرتك الراجل بيبقى قاعد في البيت يعني الست هي هذا الرجل بقى اللي احنا بنقول عليه ذكر وما ندروش لقب رجل ما هو ده بس ده موجود شوف انت موضوعكم ايه خليك مع الاستاذ خليك مع الاستاذ انت سيطرت انا مع الاستاذ اهو خليك الاستاذ لا لا